اهلا بزعليكو، انا احمد كمال بتاع افلام. هنتكلم النهارده عن المسلسل اللي احنا ما اتكلمناش عليه خالص من اول رمضان، وهو مسلسل خلي بالك من زيزي. وفي ناس كثيره جدا بيتسائلوا من بتوع افلام، هل انت متابعه؟ وشكلك مش متابعه يا ابو حميد. لا يا جماعه، انا متابعه من اليوم الاول كمان، وشوفوا انا ظابطكم ازاي وعمال اتفرج على كام مسلسل. بس الحقيقه يا جماعه، من المسلسلات اللي عجبتني جدا، وهنتكلم كده عن ايجابيات المسلسل والسلبيات من وجهه نظري الشخصيه. ومسلسل خلي بالك من زيزي يعتبر من اوائل المسلسلات اللي ابتدت قبل رمضان، حتى يعني قبل رمضان بيومين، واحنا دلوقتي او لحد دلوقتي قبل الحلقه انا واقف لحد الحلقه 21، برغم ان في حلقه تانية اللي هو 22 بس ما لحقتش اشوفها، وقلت لازم اعمل حلقه طبعا عشان اشارك بتوع افلام. بس طبعا قبل ما ابتدي الحلقه، بعد اذنكم يا بتوع افلام، تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، وطبعا عايزكم تشتركوا على انستغرام بيج والفيسبوك بيج، وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقه. مبدئيا يا جماعه، قبل ما اخش في الايجابيات والسلبيات بتاعت المسلسل، احب اقول لك ان مسلسل خلي بالك من زيزي من وجهه نظري الشخصيه واحد من افضل مسلسلات رمضان في الموسم ده ككل حاجه. انا الصراحه اتفاجئت، وبرده في نفس الوقت واحد من الطف واجمل المسلسلات اللي فيها لايت كوميدي، اللي يعتبر الموسم ده قليل جدا او نادر جدا تلاقي حاجه كوميديه. والمسلسل من اول بدايه الاحداث عمال يفاجئني، يعني بمعنى انا كنت فاكر مثلا في الاول ان المسلسل هيبقى عبارة عن القضية اللي ما بين زيزي وهشام مثلا، وقلت ان المسلسل كله هيبقى لغاية اخره ده ضد ده وده ضد ده وده داخل في ده وده يعمل حاجة لده وده المحامي بتاعه يقول له يعمل ايه وكل الكلام ده. انا كنت فاكر المسلسل كله هيمشي على الحتة دي، بل بالعكس يا جماعة، المسلسل فيه خيوط كتيرة جدا، ويعتبر فعلا من احلى المسلسلات اللي فيها توعية وحاجات جميلة جدا، وبيتكلموا عن مرض نفسي اللي هو ADHD، اللي هو فرط الحركة او البني ادم اللي هو بيحرك رجله كتير. وزي ما انا كنت فاكرين يا جماعه الحلقه اللي هو النظره المبدئيه بتاعت مسلسلات رمضان 2021، قلت لكم ان انا كنت قلقان من فكره ان امينه خليل ده يبقى هو ده الخط الكوميدي بتاعها، ان هي تفضل شخصيتها عصبيه ومتوتره كده لحد الحلقه 30. لكن يا جماعه فعلا زي ما بقول لك، الموضوع ده طبعا كده احنا بنخش على الايجابيات على طول، يعني فعلا الواحد بيراجع نفسه على فكره مثلا ان هو واحد بيشوف طفل شقي زياده عن اللزوم ومفرط في الحركه وبيتحرك كده، وتلاقي الام بترد الرد الطبيعي ان هو شقي جدا. لا بالعكس، ممكن يكون عنده مشكلة مثلا الواحد ياخد باله من الموضوع ده. في نفس الوقت ايجابيات المسلسل بالنسبة لي ان كل واحد من الممثلين بجد يا جماعة فعلا اثبت ان هو جامد جدا في دوره. امينة خليل واحد من اقوى ادوارها، اذا ما كانش ده الاقوى بالنسبة لي كتمثيل وكنقطة تحول، وكبتبين مشاعرها في لحظات الضعف ما بتبقاش مؤفورة، وكل الكلام ده حلو جدا وتألقت. وفعلا امينة خليل بتثبت يوم عن التالي ان هي واحدة الممثلات اللي ممكن تشيل عمل وممكن تكرر موضوع البطولة المطلقة ده، في سواء في فيلم او مسلسل هي قد التحدي ده. وفعلا يا جماعة، لان شخصية زيزي زي ما بقولك كده فيها حاجات كتيرة جدا، فيها فكرة التوتر ده وفكرة ان هي تتخلى عن جوزها وكل الكلام ده، عملته بطريقة حلوة جدا وعجباني جدا. طبعا ننتقل كده لمحمد ممدوح اللي قايم بدورين في رمضان. الراجل ده يا جماعة ممكن بالنسبة لي ومن وجهة نظري الشخصية، يعني الراجل ده لغاية دلوقتي بالنسبة لي فعلا هو واحد من اتقل ممثلين رمضان 2021، اذا ما كانش هو رقم واحد او اتنين مثلا. في جدال في الموضوع ده، وهنتكلم طبعا في الموضوع ده في اخر حلقه بتاعت رمضان. بس محمد ممدوح عمل كامباك بعد ما كان وحشنا السنه اللي فاتت جدا في دوره في لعبه نيوتن، ودور مختلف تماما، شخصيه مراد المحامي في مسلسل خلي بالك من زيزي. وده يخلينا ننتقل على الممثل اللي فعلا يا جماعه ما كنتش متخيل تماما ان يطلع منه كميه المشاعر والاحاسيس اللي بتوصل لي من غير ما يتكلم، وهو الفنان علي قاسم. علي قاسم عمل دور برضو يعتبر ده اقوى دور عمله في حياته، او اكتر دور لمس معايا جدا، او فعلا قام بدور هشام الراجل اللي هو ممكن بالنسبه لناس كتيره جدا هو محترم ومؤدب وكل حاجه، بس طبعا في عيوب كتيره جدا، ان هو اساسا سمح في الاول المحامي يعمل كل الكلام ده في مراته وكانت على ذمته، واخوه عمال يتكلم على مراته، كل الكلام ده هو سلبيات فيه، بس برضو بيظهر لك الوجه الطيب، برضو بيبين لك الصراع الداخلي
جواه، هل يا ترى اللي انا بعمله صح؟ هل يا ترى اللي انا بعمله ده غلط؟ هل انا مكمل في طريق الصح؟ ان انا اخطب دلوقتي، هل كل الكلام ده، كل بقى الكلام ده هو ما بيطلعش مثلا فويس اوفر، او ان هو بيشرح لك، او ان هو بيتكلم مع حد وبيطلع اللي جواه، كل ده باين لك من خلال مشاعره اللي حقيقي بجد عليها الصراحه. وطبعا يا جماعه من اكتر الدويتو اللي عاجبني جدا في المسلسل الفنان بيومي فؤاد والفنانه صفاء التوخي. اكتر بصوا يا جماعه المسلسل ده برضو من ضمن الحاجات اللي عجباني جدا فيه ان السيناريو والحوار بسيط جدا وتلقائي جدا وطبيعي جدا، يعني تحس ان هو معمول بجد، مش مجرد سيناريو خلاص، لا سيناريو طبيعي جدا، حوار ما بين ام واب بتشوفه في اغلبيه البيوت المصريه، قايمين بدورهم على اكمل وجه الصراحه، سواء كوميدي او سواء المشاهد الدراميه اللي ما بينهم. وبرضو من ضمن الفنانات فعلا يا جماعه الطبيعيه جدا وليها برضو خط تاني بقصه تانيه بقضيه تانيه برضو موجوده ومنتشره، الفنانه اسماء جلال باداء طبيعي جدا، هي طبيعيه جدا، وزي ما بقول لك عامل رئيسي جدا في الموضوع ده هو التاليف البسيط. وطبعا يا جماعه الفنانه نهى عابدين اللي انتوا عارفين من بدايه الشانل هنا، انا شايف ان هي من الممثلات اللي فعلا ماشيه على خط حلو جدا وجميل، وفي كل دور بتطلع فيه الصراحه بتبقى ملفته جدا. عجبني برضو الدويتو اللي بينها وبين امينه خليل، وعجبني برضو ان دي من ضمن خطوط المسلسل وقضيه برضو موجوده كتيره جدا في المجتمع، قضيه الاب اللي بيشتغل بره وبيسيب بنته، شوف الموضوع ده بيأثر قد ايه، نفس الوقت هو طبعا هيتجوز بره، شوف الموضوع ده اثر فيها ازاي، وجوزها دلوقتي هو مسافر بره، فهل يا ترى الموضوع ده هيحصل برضو تاني؟ ففي صراع برضو. زي ما بقول لك المسلسل فيه قضايا كتير جدا ممكن انسى اكيد كتير، هما بيتكلموا عن حاجات كتير جدا. ونتكلم طبعا عن الطفله ريم عبد القادر اللي يعتبر دلوقتي هي اتقل نجمه في سنها، يعني خلاص هي دلوقتي يا جماعه اجمد طفله بتمثل في السن ده، هاتوا ريم عبد القادر على طول. عملت دور شيراز جامد جدا في ما وراء الطبيعه، ودور تيتو هي يعتبر بطله من بطلات المسلسل. فكره ان هي توصلك لمرحله ان هي لما تجاوب صح في المدرسة تنبسط، فكرة ان لما يجي لها جريد سي تنبسط جدا للموضوع، ودي اخر حلقة اللي انا وصلت لها لغاية دلوقتي ان هي اخذت جريد سي وحضنت زيزي، ودي كانت نهاية الحلقة الـ21. مبسوط جدا بريم عبد القادر والدويتو اللي ما بينها وبين امينة خليل اللي ابتدى، هو ده اللي عاجبني يا جماعة. هرجع واقول لك ان كل شوية تحس ان الموضوع انتهى، طب ايه انتوا هتتكلموا في حاجة جديدة؟ امينة خليل هتعرف تيتو، هيبقى بينهم تناغم وكيمستري وقصة تانية، وفي نفس الوقت شكل هيبقى فيه خط رومانسي ما بين امينة خليل ومحمد ممدوح، في نفس الوقت برضو بتشوف علي قاسم اللي بيجراله، في نفس الوقت برضو الفنانة سلوى محمد علي يا جماعة برضو من الفنانات اللي هي في الفترة اللي فاتت قايمة بدور الأم على أكمل وجه ولايق عليها الدور ده قوي الصراحة. وطبعا مش عايز أنسى دور الدكتور النفساني اللي قايم بدوره الفنان صبري فواز اللي يعتبر جوكر من جواكر رمضان 2021 السنة دي الصراحة. أما في ناس كتيرة جدا بتوع أفلام مثلا كانوا كاتبين لي كومنتات على انستجرام إن هو من أكتر المسلسلات المظلومة في رمضان السنة دي، أحب أقول لكم يا جماعة إن أنا مش شايف كده خالص. يكفي الترند بتاع مثلا انت فلاحه البنت دي من اكتر الميمز المنتشره في رمضان لغايه دلوقتي، فده يثبت لك نجاح. في نفس الوقت لو دخلت على شاهد هتلاقيه هو على طول الترند نمبر 1، وانا شايف ان هو متشاف كتير جدا، في ناس كتيره جدا شافوه، عكس مثلا بين السماء والارض اللي انا قلت ده فعلا اكتر مسلسل مظلوم في رمضان، لان فعلا قليل جدا اللي لقيته اتفرج على المسلسل. ولحد دلوقتي من المسلسل يا جماعه هتسالني ايه السلبيات، احب اقول لك ان فعلا السلبيات ممكن تبقى قليله جدا، وهتلاقيها يعني سلبيات فعلا لا تذكر. يعني ممكن يبقى مثلا زي الحلقه 19 على ما اعتقد ما كانش فيها احداث كتير، بس ده طبيعي جدا يا جماعه، يعني يعتبر المسلسل الوحيد اللي 30 حلقه لغايه دلوقتي رقم 2 بالنسبه لي بعد لعبه نيوتن، كان اللي هو حتى لو الحلقه ما فيهاش احداث فانت مش متضايق عادي، مبسوط جدا، يعني انا عادي المسلسل ده لو كمل 40 حلقه اكمله عادي صباح الفل، مش متضايق خالص. مسلسل زي ما بقول لك لطيف ولايت، ومحظوظ جدا ان هو جه في موسم ما فيهوش اي كوميدي او مسلسلات من النوع ده، مسلسل مختلف، واتمنى من ناس كتير لو ما كانتش لسه شافته يبتدوا يتفرجوا عليه، لان فعلا يا جماعه فعلا من وجهه نظري واحد من افضل مسلسلات رمضان، ومن المسلسلات اللي بصراحه شايف ان هي من وجهه نظري هتعيش يعني. وطبعا يا جماعه قبل ما انهي الحلقه لازم يبقى فيه شكر للمخرج كريم الشناوي، لان فعلا عرف يطلع من كل ممثل
تعابير واحاسيس من غير ما يتكلموا او من غير لقطات فيها افوره كتير او زعيق او نرفزه او كل الكلام ده. يعني مثلا يا جماعه من المشاهد المؤثره جدا الواحد حتى اللي هو ما جربش التجربه دي او ما عاش التجارب دي مثلا مشهد الطلاق اللي كان ما بين امينه خليل وعلي قاسم كان المشاهد المؤثره جدا في المسلسل الصراحه. يعني المشهد ده فعلا يا جماعه يخلي لو حد كان بيشاور عقله للطلاق وكده بيبين لك فعلا قد ايه الموضوع مؤلم او صعب مثلا. فهو فعلا يا جماعه من المخرجين اللي عرفوا يطلعوا كل الكلام ده، غير طبعا المشاهد اللي فيها الوان والكلام ده، واللبس بتاع امينه خليل زيزي مثلا عجبني جدا، والاستهتار والعربيه اللي مكسره، وبين لك كل التفاصيل دي مهمه جدا يا جماعه، وبين لك الشخصيه هي عامله ازاي اساسا من قبل ما يبان اي حاجه. وطبعا يا جماعه هكمل المسلسل ده لحد اخر رمضان، وسؤالي ليكوا لبتوع افلام قبل ما انهي الحلقه، طبعا انا ما اتكلمتش عن كل التفاصيل وكل الكلام ده، او كان ممكن اتكلم اكتر واكتر عن مسلسل او عن حاجات كتير، بس فعلا يا جماعه جبت لكم الخلاصه على قد ما اقدر، او ممكن اكون رغيت كتير انا مش فاكر، انا طلعت اللي جوايا وخلاص. يعني سؤالي ليكوا يا بتوع افلام، هل شايف مسلسل خلي بالك من زيزي من افضل مسلسلات رمضان 2021؟ وهل شايف برضو ان كل الممثلين مؤديين على اعلى واجب لغايه دلوقتي؟ سيب لي رايك تحت في الكومنتات، دي اهم حاجه، وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وطبعا يا بتوع افلام لو عجبتكم الحلقه دي اتمنى منكم تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، وطبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج، وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول، واحلى مسا عليكم.